أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أنتم مش بتقولوا أنتم يعني وضرب لنا مثلا وسلم نفسه خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. طيب أنت خلقك ده ولا خلق السماء؟ مين الأكبر فيكم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذا قال جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بنى السماوات، دي السماوات دي بنيان مش هوا زي ما انت شايفها كده، ده بنيان. ولذلك رب العالمين سماه والسقف، والسقف المرفوع، السقف المرفوع رفع السماوات بغير عمد ترونها. فهنا بقى بيفصل في قول الله جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فصلهم فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وفصل البنيان ده برفع سمكها فسواه. السمك ارتفاع الشيء، سمك البيت اللي هو ايه؟ ارتفاع السقف. يبقى السمك هو ايه؟ الارتفاع. وسمك السماوات معناها المسافة بين سطح السماء السفلى وأعلى سماء، هو ده السمك. ورفع سمكها، ده مرفوع، لا يعلم قيمة الرفع ده ولا المسافة دي إلا الله سبحانه وتعالى. رفع سمكها، يبقى سمك الشيء سقفه، يبقى سقفها مرفوع لا يعلم، لأنها سبع إيه؟ وبنينا فوقهم سبعا شدادا قوية، والسماء بنيناها بأيد يعني إيه؟ بقوة. فسواها وأغطش ليلها، أغطش ليلها يعني أظلم ليلها، وأخرج ضحاها، والضحى اللي هو ضوء النهار. والأشياء المتضادة دي بتدلك على إيه؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. لما يخلق ظلام ويخلق ضوء نهار، ده عظمة الله. يخلق موت ويخلق حياة، لما يخلق ذكر ويخلق أنثى، المتضادات دي بتدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. رب العالمين بيناقشهم في قضية هم مؤمنين بها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك يعني بعد خلق السماوات دحاها. دحو الأرض يعني مد الأرض، حيفسر لكون أيضا دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. إذا دحو الأرض معناها إيه؟ معناه أن ربنا مد الأرض وأنبع منها العيون وأخرج منها النبات وأجرى فيها الأنهار وبث فيها الدواب، هو ده أخرج منها ماءها ومرعاها. طب هنا والأرض بعد ذلك دحاها، بعد السماوات مش كده؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب في سورة فصلت بيّن الله جل وعلا أن الأرض مخلوقة قبل السماء، خلق الأرض قبل خلق السماوات. بس خلق الأرض زي ما هي أرض صماء، لكن اللي دحى الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والنبات وأنبع الماء، كل ده بعد خلق السماء. أخرج منها ماءها ومرعاها، النبات الماء النابع والعيون والأنهار، والمرعى اللي هو إيه؟ المرعى النبات اللي بيأكله الناس وبيأكله الدواب، هو ده اللي الناس بتعيش عليه والدواب بتعيش عليه. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أوتادا بتثبت بيها الأرض، ولولا أن الله جل وعلا قد وجود الجبال كانت الأرض دي مادت بالناس وتزلزلت بالناس ولا يقوم عليها شيء. لذا قال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. واللي ربنا عمله ده كله ده متاعا لكم، أنتم بتتمتعوا به بالأكل والشرب، والأنعام كمان أنعامكم تأكل. يعني أنت عايش على أرضه ورب العالمين مسخر لك سماوات ومسخر لك ليل ونهار وخلاك الليل في سكن والنهار في معاش. تخيل كده من الظلام ده يجي لك نهار مرة واحدة، يعمل ايه في الناس؟ يعميهم. لكن تأمل ان لما بعد الظلام ده يجي النهار بانسيابية وسلاسة، شيئا فشيئا. عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي فعل ذلك لا تستبعدوا عليه ما أخبركم به أنه حيبعثكم، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فإذا جاءت الطامة الكبرى، شوف اللفظ عامل ايه، لفظ فيها طام، التشديد ده في اللفظ يدلك على ايه؟ الطمة دي يعني ايه؟ الطمة اللي هي الشيء، طم الشيء يطمه، طما يعني اذا علا وغلب على كل شيء. من اسماء الساعة الطامة، واللفظ يدلك على ايه؟ على شدة الساعة. ربنا سمى الساعة، سماها اسماء كتيرة، الاسماء باختلاف الاسماء بحسب اختلاف الاهوال والشدائد والعظائم اللي هتحدث في هذا اليوم، ووصفها بانها ايه؟
فإذا جاءت الطامة الكبرى أكبر من كل شيء، ده هيهد الكون، ده الساعة دي هتهد الكون ده كله من سمواته لأرضه، كل ده هيتهد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قطع صغيرة كل حاجة هيكسرها. فإذا جاءت الطامة الكبرى، اليوم اللي تيجي في الساعة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، اليوم ده بقى اللي هيشوف الساعة وهو بيشوف الساعة وأهوالها والكون اللي بينخض عليه ده، هنا بقى هنا شريط الذكريات هيجي قدام عينيه، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وده اللي بيحصل برضك عند الموت، شريط الذكريات، الذكريات الأليمة، من الذكريات السعيدة المسجد والقرآن وذكر الله وطاعة الله ودروس العلم اللي احنا بنحضرها والصلاة بالليل والبكاء بين يدي الله، دي ذكريات جميلة تجيله عند الموت فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، ودي ذكريات أليمة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ولما تسمع كلمة الإنسان في القرآن تعرف إن ربنا بيريد به الإنسان الكافر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لكفور. إذا كلمة الإنسان تعرف أنه ربنا بيريد بالكافر. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، اللي هو الكافر مش المؤمن. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم يعني وهم واقفين بقى في رب العالمين يحاسبهم، تطلع لهم النار، تبدو لهم النار، لمن يرى، للناظرين تطلع لهم، للناس كلهم، كل الناس هيشوفوها. وإن منكم إلا واردها وبرزت الجحيم لمن يرى. مش هسمعنا وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وجيء يومئذ بجهنم. ما هو بيقول القرآن يفسر بعضه بعضا، وبرزت الجحيم لمن يرى لما الملائكة تجيبها لها 70,000 زمام، وكل زمام فيه 70,000 من البشر، يعني 4 مليارات من الملائكة و900 مليون ملك جايبين النار. وبرزت الجحيم لمن يرى. تبوا بس للمؤمنين لما يشوفوها مش هتكون لهم عذاب، هيعرفوا نعمة ربنا عليهم، هيعرفوا ان كم ازاي ربنا من عليهم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأما من طغى، في ناس، في صنف من البشر بقى نسي في الدنيا رب العالمين ونسي أوامره ونسي وغروا ماله وجاهه وسلطانه وقوته زي فرعون ده. ما هو فرعون اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طغى، تعدى الحدود وآثر الحياة الدنيا. ولا يمكن تلاقي واحد طاغي في الأرض إلا وهو همته كلها في الدنيا وآثر الحياة الدنيا، يعني فضل الدنيا. هو يعني الدنيا إيه؟ مالها وجهها وسلطانها وقصورها والنعيم اللي هو شايفه، ما هو دماغه كلها اتعجنت في القصة دي، ما يعرفش حاجة عن الآخرة. في ناس كده وآثر الحياة، دول كلهم هنا في الصنف ده. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. خلاص الجحيم ده اسم من أسماء الله، لأنها لا تبقي ولا تظى. إذا الطغيان ده أثر على سلوك الناس ولا لأ؟ طغيانه أثر على سلوكه، خلاه همته كلها في الدنيا. وأما من خاف مقام ربي، ودايما ربنا يذكر الصنفين من الناس، وأما من خاف مقام ربي وخاف الوقوف وهو في الدنيا، خايف أنه هيقف في يوم من الأيام بين يدي الله يقول له أنت عملت وسويت، فهو في الدنيا خايف يخشى الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربي خايف الوقوف بين يدي الله، ولما يخاف مقام الله جل وعلا لازم الكلام ده سلوكه يأيده. ونهى النفس عن الهوى، كلما نفسه تحدثه بفجور بمعصية يقول لها رب العالمين فوقي، رب العالمين وما أفعل بين يدي الله جل وعلا. فكلما الشيطان يجي يقول له يزين له معصية يتذكر عظمة الله. هو ده ونهى النفس عن الهوى، الهوى اللي هو بيهواه، اللي هو المعاصي والفجور، الهوى المخالف للشرع. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، المأوى السكن والنعيم والسعادة والخلود. مأوى يعني يسكنها لا يخرج منها مرة ثانية.